أدعو الآن الدكتورة حنان حسن بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، والأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان إلى المنصة لاستلام شهادة إشهاد القضاء على الملاريا المقدمة من منظمة الصحة العالمية لجمهورية مصر العربية تقديراً لهذا الإنجاز الوطني الكبير. ولكل المصريين